ونواصل معكم ملفنا الخاص بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ففي كل عام يشهد المعرض إقبالا كبيرا من قبل طلبة المدارس بجميع فئاتهم العمرية، حيث رصدت أخبار الدار تجولهم في أركان المعرض لاستكشاف الكتب الجديدة التي تستقطب اهتماماتهم. يعد الكتاب من غير المقررات المدرسية رافداً أساسياً للعملية التعليمية في المدارس، إذ تمد الطالب بالمعارف التي توسع آفاقه ومداركه. لذلك لا عجب أن نرى إقبالاً كبيراً من طلبة المدارس الحكومية والخاصة على معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 43، فهنا نراهم يتجولون في أروقة المعرض باحثين عن عناوين الكتب التي تلامس شغفهم وتنير عقولهم، ويواجهون بذلك كل ما يحول بينهم وبين التميز والنجاح. والله أخذت كتب، يعني كم كتاب أخذت لغة الإنجليزية والعربية. أخذت كتاب من جناح فلسطين والإمارات والسعودية، وأخذت يعني عندي رواية أنا من فترة أقراها باللغة الإنجليزية، وحين إن شاء الله أخذت الموسم الجديد منها. المعرض يضم كما هائلا من عناوين الكتب التي تزود الطالب بالمعارف اللازمة وتساعده على تحديد توجهاته الدراسية والتخطيط السليم لحياته المستقبلية. لقينا وايد كتب متنوعة، منها كتب قصص وغيرها من الأشياء. أنا اللي أكثر شيء جذبني كتب الزراعة، اللي أحبه أكثر شيء. أنا ناوي إن شاء الله تخصص في الجامعة تخصص هندسة زراعية السنة الجاية جامعة الذيل، وما شاء الله لقيت وايد كتب تنفعني لين قدام. ذبني اكثر شيء كتاب الهندسه والنفطيه المعماريه، لان فكرت ادرس التخصص. وبعد مثال ان في كتب زياده مثال الزراعه والطب والاشياء، يعني مفيده المكان حق الطلاب والنفطيه، خصوصا طلاب الجامعه يدرسون مني ويستفيدون. معرض الشارقه الدولي للكتاب عرس ثقافي يحتضن العديد من دور النشر من دول مختلفه، ويزود زواره بالمعارف اللازمه وأحدث الدراسات والمعلومات التي توصل إليها الكتاب والباحثون والمفكرون الذين اجتهدوا لينقلوا عصارة خبراتهم وتجاربهم. شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب إقبالا من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وقد تعددت اختياراتهم للكتب التي قد يصعب وجودها في مكان واحد. لأخبار الدار، مجد سويدي من إكسبو الشارقة.